فانا اللي عملته الان اخذت المانيبيولابيلتي وموجوده في الروبوتكس تول بوكس معمول لها امبلمنتيشن. ففي انستراكشن في الروبوتكس تول بوكس اسمها مانيب ال تي واي اوكي اللي هي مانيبيولابيلتي. كنا ما اعرف شو اكتبها، ما اعرف اكتبها او المفروض احطها مانيب ال تي واي. هلا مانيب ال تي واي شوف شو راح نعمل. راح نعمل بلوتينج للام، فراح اخذ ام سي اللي هي كارتيجن سبيس ولا ام اس سميناها ام سي، وراح اخذ مانيبيولابيلتي اظن بناخذها بي 560. خلينا اشوف اللي هي راح تكون كيو سي. فبنقول هذا الروبوت لما يمر في البوزيشنز هذول كيو سي قديش المانيبيولابيلتي. اظن اني حطيت السنتكس صحيح، خلينا نشوف. اه هي اعطاني، فاعطاني هلا هذا اخذناه احنا على الكارتيجن سبيس. هلا هو الرقم اصلا فيري لو، لاحظوا بدا من 0.0977 ونزل عند النقطة الكريتيكال هاي اللي من هون نزل لحوالي 0.08. هو نزل من 0.01 تقريبا، من 0.1 تقريبا ل 0.089 بهذا الحد. هلا إذا طلعنا على المانيبيولابيلتي تبعت الثاني اللي هو كيو جي، راح أسمي هذه ام جي، راح أسمي هذه كيو جي، وجدنا انها ظلت على 0.0977. هلا هي لو 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 هذا لاخذته في مكان ثاني في نقطه ثانيه في مسار ثاني راح الاقي انه بتتحسن المانيبيوليتي، بس احنا اصلا وضعنا هون قريبين من سنجولاريتي، بالحالتين قريبين من سنجولاريتي، فهي اتس فيري لو، هي حوالي 0.1. هلا اذا عملت بلوت، خلينا نشوف اذا بنعمل بلوت للتنين، راح اعمل تي ام سي تي ام جي، مش هيك سميناها؟ اللي عملهم بلوت فوق هدول هيها مظبوط مش هذه هي. خلينا بس احط جريد هون. انا بتلاحظوا بحالي ما حطيتش انا هون الليجند، بس ها بحالي هاي هون عندي هاي نزلت من الكيربيلتي نزلت لهون. طبعا الاكسس هو لاحظوا انه هون هو بيغر الاكسس، بس هو هون من 0.09 وهون تقريبا 1، فبحاله التراجكتوري سبيس ضلت المانيبيولابيلتي نفسها، هون نزلت بشكل كبير المانيبيولابيلتي. ارفع الديجريز اوف فريدم او ابعد عن سنجولاريتي تتحسن المانيبيولابيلتي. ولذلك الريدندنت مانيبيوليتر له مزايا مش سيء زي ما احنا بنتصور. ايش ميزه الريدندنت مانيبيوليتر؟ شو يعني ريدندنت اول شيء؟ اكثر من 6 ديجريز اوف فريدم، او اذا بدنا نكون دقيقين عنده نمبر اوف ديجريز اوف فريدم اكبر من ال ايش سميناه احنا السب سبيس، السب سبيس اللي بهمنا، السب سبيس اللي بنقدر نوصل له، السب سبيس تذكروا هو سب سيت من الورك سبيس، واكبر من عفوا سب سيت اوف ذا سبيس واكبر من الورك سبيس. فاذا احنا بنشتغل عمالنا ب 6 ديجريز اوف يعني 6 اكس واي زد واورينتيشن فعندي 6، فاذا جبت مانيبيوليتر كان له 7 ديجريز اوف فريدم او 8 ديجريز اوف فريدم بسميه ريدندنت. ميزه الريدندنتي انه بحسن لي المانيبيولابيلتي، حتى لو مريت على سنجلاريتي بقدر اتجنب السنجلاريتيز هاي في الباث بلاننج، فهذا له ميزه اني ارفع واني استعمل ريدندنت مانيبيوليتر. دكتور هاي نتائج بس لكل جروب لحال ولا؟ اه هلا